بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل اللي قلناه في المحاضره اللي فاتت، اللي هو البروسيديورز، وهناخد حاجه اسمها الكيرسر والفانكشنز والتريجرز. دي حاجات هتبقى ادفانسد في الماي سيكوال، ازاي نبرمج باستخدام الماي سيكوال. وبعد كده هنرجع للمحاضره الاولى نكمل حاجات فيها، وايه علاقتها بالماي سيكوال بقى، اللي هو الكيرسر والفانكشن والتريجرز، وازاي نعمل كولينج، وحاجه اسمها ابلكيشن بقى، داتابيز ابلكيشن، اللي هو ازاي نكونكت مع الداتا بيز، وازاي ننادي، وازاي نطلع برنامج بالجافا مثلا او بالبي اتش بي او وات ايفر، نطلع حاجه تبقى داتا بيز ابلكيشن. طبعا الكيرسر دوت هنقوله ان هو عامل زي الاراي في السي بلس بلس، بس هي مش اراي سهله، لان الاراي بيبقى شويه عناصر من نفس النوع. هيبقى عباره عن اراي اوف ريكوردز، كل element في الاراي هو عباره عن ريكورد. الريكورد دوت هو الحاجات بتاعت الداتا بيز، زي اسم والسن والعنوان ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالكيرسر دوت هو مسؤول ان هو مخزن او ماتريكس بيخزن فيه كل او تيبل بيخزن فيه الكلام دوت. فتعالوا نقرا كده الكلام المكتوب، وبعد كده ان شاء الله هيتخلل الكلام دوت شويه شغل عملي، وان عشان نتحقق من الحاجات اللي بتحصل دي بالظبط. فالكيرسر يعني ايه؟ الكيرسر allows you to iterate a set of rows returned by query and the process each row accordingly. المفروض ان انت لما بتروح تقول له انا عايز اعمل select star from employee، فهو بيرجع لك بكل الموظفين، فانت بتخزن الموظفين دول في كيرسر او في تيبل. انا كيرسر هنا يا جماعه مش بتكلم في الجافا، انا بتكلم في الماي سيكول. في حاجه اسمها كيرسر في الماي سيكول، بتريترن الامبلويز دي كلها في الكيرسر، وتقدر تيتريت على الكيرسر ده، يعني تقول له انا عايز الفيرست رو، سكند رو، ثيرد رو، اند سو اون. الماي سيكول كيرسر از ريد اونلي، بمعنى ان انت لما بنسميها كده يا جماعه، لما نفيتش حاجه من الداتا بيز، يعني لما نطلع حاجه فيتش داتا من الداتا بيز، هايتريت عليها، يعني هلف عليها واطلع داتا انا عايزها، بس مش هقدر اقول له طب ابديت الفاليو الفلانيه فيروح مسمع في الداتا بيز. عشان كده بقول لك هي ريد اونلي، يعني ما تقدرش تابديت حاجه في الداتا بيز من خلال الكيرسر. فهو يو ريد اونلي، يو كان نوت ابديت داتا ان ذا اندرلاينج تيبل ثرو ذا كيرسر. وحته السنسيتيف دي هنقولها يعني ايه دلوقتي. نون سكرولبل دي معناها ان انت ما تقدرش تبقى، انت لازم تقرا رو باي رو. هقرا الرو الاولاني، بعد ما اخلص هقرا الرو الثاني، الثالث، الرابع. ما ينفعش وانا في الثاني اسكيب ثلاثه روز واقول له روح اقرا الرو الخامس او روح للاند. فالكيرسر هنا مش مسموح له، بعكس الريزلت سيت في الجافا كان ممكن يروح للفيرست واللاست وحاجات زي كده. في نوعين يا جماعه عندي من الكيرسرز، في السنسيتيف كيرسر او انسنسيتيف كيرسر. واحد الكيرسر دوت بيكون اوريدي بوينتس تو اكشوال داتا بيز، يعني هو زي بوينتر بيرفير للداتا بيز الفعليه اللي عندك. والتاني اللي هو انسنسيتيف دوت بياخد كوبي وبيحطها في حاجه اسمها تمبرري لوكيشن او تمبرري كوبي اوف داتا. الماي سيكول طبعا بيشتغل على السنسيتيف اللي هي الاولى، اللي هو بيريفير للداتا بيز مكان في مكانها، لذلك بيبقى ممنوع ان انت تابديت. طبعا ده اسرع بكتير ان انا اقعد اخد كوبي واحط في كيرسر عندي واقعد اكسس، لا انا اكسس على الداتا بيز احسن على طول. فبيقول لك ان السنسيتيف كيرسر ات بيرفورمز فاستر ذان انسنسيتيف كيرسر بيكوز ات داز نوت هاف تو ميك ا تمبرري كوبي اوف داتا. وكمان ميزته ان any changes that made to the data from other connection، يعني في انا فاتح connection دلوقتي وبقول select star from employee، لو حد من connection تاني update ال employee انا بحس بالتغيرات ديت، لان انا ما خدتش copy، انا باصص على ال database، فاي حاجة بتحصل في ال database انا شايفها. It's safer if you don't update the data that is being used by a sensitive cursor. طبعا الامن، وده طبعا احنا عايزينه، ان وانا بفيتش الداتا من خلال كيرسر ما يحصلش ابديت، عشان ما يحصلش اي مشكله في الداتا بيز بتاعتي. وطبعا الجمله الاخيره بقى اللي هي الماي سيكوال كيرسر از اسنسيتيف، يبقى الماي سيكوال بيشتغل على السنسيتيف بس، يعني هو اوريدي بوينتس تو ذا داتا بيز اتسلف. طب ازاي بقى اخد الكيرسر دوت وابدا اشتغل عليه؟ فبيقول لك السنتكس اهو، ان انت اول حاجه بتديكلير حاجه من نوع كيرسر نيم، سوري، حاجه من نوع كيرسر. فالكيرسر دوت دي كده حاجه لازم تكتبها، وهنا اسم الكيرسر اللي انت عايزه بقى، عايز تسميها ديكلير ايه، ديكلير بي، ديكلير اي حاجه انت عايز تعملها اعملها. فده اسم الكيرسر بتاعك،
ده ان هو من نوع كيرسر وده فور تكتب، وهنا السيلكت ستيتمنت بتاعتك. فهنا ممكن اكتب مثلا سيلكت ستار فروم امبلوي، اول ما اعمل كده هيروح يتخزن كل ده في الكيرسر ايه نيم. طيب وانس ان الكيرسر نيم دوت بقى موجود عشان اقدر اكسس عليه، فبقول له اوبن الكيرسر نيم، وفي الاخر بقول له كلوز الكيرسر نيم. وطبعا في النص بفيتش الحاجه، بما اني باكسس على حاجه فيزيكالي موجوده على الهارد ديسك، سواء بقى كان الداتابيز سواء كان فايلز، لازم اعمل اوبننج للحاجه وكلوز للحاجه، لان لو ما عملتش اوبن وكلوز طبعا الحاجه مش هينفع اكسس عليها. بعد ما بعمل اوبن بقول له فيتش كيرسر نيم انتو فاريبل ليست او انتو فاريبلز ليست. هنشوف طبعا ده بالمثال دلوقتي حالا، طبعا ده بيكون في لوب عشان يبدا يفيتش رو باي رو. تعالوا نشوف المثال اللي جاي. هنا برضو بيقول لك، قبل ما ادخل في المثال، هنا بيقول لك ان في حاجه اسمها هاندلر بتقول ان لما اوصل لاخر الكرسر ستوب، اللي هو بنسميه اند اوف فايل. فانت مثلا عندك 100 موظف، فقريت الاولاني الثاني الثالث لغايه لما تيجي تقرا الموظف رقم 100، هتيجي تفيتش داتا تاني يقول لك لا خلاص كده اند اوف فايل. فلازم تعرف هاندلر، الهاندلر دوت هو اللي بيهندل الاند اوف فايل. فبيقول لك ان انت بتديكلير وبتوبن وبتفيتش، وبيحصل لوبينج هنا كل شويه بفيتش، وايل ان الهاندلر دوت ما وصلش للفينشد. بعد ما بيخلص بقى اللوبينج هنا، المفروض ان انا بوصل لمرحله الكلوز، ان بعد ما اخلص كل الفيتشنج ابدا اكلوز الفايل. تعالوا بقى ناخد مثال. فالمثال هنا اللي على اليمين دوت هو الكيرسر اللي انا هعمله، واللي على الشمال دوت اللي هو هاو تو كول الايه البروسيدور اللي انا عملتها دوت. طيب تعالوا نتخيل كده اكزامبل، الاكزامبل دوت مش هعرف اعمله بطرق عاديه في الماي سيكوال، اللي هو ايه، انا عايز اجيب ايميلات الموظفين كلها واروح حاططها في قلب سند، او اللي هو تو يعني في الايميل، عشان اقول سند المسج دي لكل الموظفين. فانتوا عارفين ان انا بحط في تو بحط الايميل سيمي كولون، الايميل الثاني سيمي كولون، الايميل الثالث وهكذا. فانا لو حابب في وقت من الاوقات ان انا ابعت رساله لكل الموظفين، بنفذ البروسيدور اللي انتوا شايفينها دي. البروسيدور دي بتعمل ايه؟ بتجيب لك كل الايميلات مفصوله بسيمي كولون، يعني ما بينهم وبين بعض سيمي كولون. نعمل ده ازاي؟ قال لك انا ممكن اعمل سيلكت تجيب كل الايميلز، مفيش اي مشكله، سيلكت ايميل فروم امبلوي. طب ازاي بقى احط سيمي كولون ما بين واحده والثانيه؟ فاحط ده في كيرسر وايتريت، وفي كل مرة أقول ده كونكاتينيت سيمي كولون، وبعد كده التاني والتالت والرابع وهكذا. تعالوا بقى نشوف خطوة خطوة احنا المفروض نعمل ايه. أنا شوية هروح في الكود رايح جاي كده عشان أروح للحاجات المهمة. تعالوا نشوف مثلا سطر 10 و11، ده أهم حاجة دلوقتي عندنا، اللي هو بيقول لك ايه بقى، ديكلير ايميل كيرسر من نوع كيرسر فور سيلكت ايميل فروم امبلوي. نقرا بالراحة، ديكلير ده الكي وورد بتاعنا اللي بعرف بيها، ايميل كيرسر يبقى انا عرفت الكيرسر بتاعي اسمه ايميل كيرسر، وكلمة كيرسر اللي مكتوبة بالازرق ديت ده من نوع كيرسر، يعني دي حاجة كي وورد برضو لازم تتكتب، ونفس الكلام فور، وبعد كده بروح كاتب السيلكت ستيتمنت بتاعتي. فبقول له سيلكت ايميل فروم امبلويز، يبقى انا كده جبت كل الامبلوي سوري كل الايميلز حطيتها في ايميل كيرسر. انسى بقى خلاص سيلكت، ومفيش سيلكت هتتعمل تاني. طيب ايه السطر اللي فوق دوت؟ قال لك السطر ده اللي مسؤول عن الهاندلر، فلازم اعرف سوري مش ده اللي هو الاولاني، ده الاولاني ده مسؤول على اللي هو ده الفاريبل اللي هيهندل ان انا امتى وصلت للنهايه. فانا بقول له ان ديكلير في فينيشد من نوع انتجر والديفولت بتاعه زيرو، ولما اوصل لمرحله ان هو خلاص فينيشد، فالمفروض ان هو هيبقى بواحد. هنشوف امتى هيبقى بواحد دلوقتي. طب وايه السطر رقم 7 اللي هو ديكلير في ايميل فار كاركتر 100 والديفولت دبل كوتيشن؟ الفي ايميل ديت هو ده الليسته اللي انا عايز اطلعها. لا سوري، دي ده فاريبل بياخد ايميل واحد بس، وهنشوف هنستخدمه ازاي. ده فاريبل هنستخدمه بعد شويه يا جماعه. واللي انا عايز اعمله بقى، نرجع بقى تاني لفوق، ده الايميل ليسته، هو ده الاوتبوت اللي انا عايزه. لذلك نرجع بقى نقرا من اول تاني يا جماعه، كرييت بروسيدور اسمها بيلد ايميل ليست ان اوت، يعني المفروض ان هي هدي لك حاجه
او هدي لك لسته فاضيه وانت هتدي لي الايميلات بعد ما تخلص. الايميل ليست ديت عباره عن فار كاركتر من لينس 4000 طبعا عشان تقدر تشيل كل الايميلات بتاعت الناس. ابدا بيجن، ابدا عرف بعض الفاريبلز هتستخدمهم جوه الكيرسر، ابدا عرف الكيرسر بتاعك. نبدا ندخل بقى في السطر رقم 14 وده السطر الخاص بالهاندلر. ديكلير كونتينيو هاندلر، دي حاجه كي وورد معروفه كده لازم تتكتب، فور نوت فاوند set في finished بواحد. يبقى بقول للكيرسر لما توصل لان بقى خلاص not found مفيش اي حاجة تاني جاية، لو سمحت تحط لي في finished بوان. يبقى يا جماعة انت مع يعني الجملة بتاعت سطر 14 و 15 دي تقريبا محفوظة، دي حاجة موجودة already في الماي سيكول. بس اخر حاجة بس ايه بعد set حط لي variable انت معرفه قبل كده، عشان كده حط set في finished بوان وانت اوريدي معرف في فينيشد في الاول بزيرو. يبقى لما يحصل ان السيستم بتاع الماي سيكوال او الداتا بيز مانجمنت سيستم يحط الفي فينيشد بواحد كده معناه ان هو مش قادر يقرا وخلاص كده وصل للاند الاند اوف فايل. طيب تعالوا بقى نفتح الايميل كيرسر. احنا قلنا بعد ما السنتكس بتاعه ان انا بعرف الكيرسر بتاعي وبدي له السيلكت اللي انا عايزه، وبعد كده عشان امشي بقى على الكيرسر رو باي رو اقول له open email cursor وفي الاخر بقول له close وفي النص بعد فيتش الداتا. ففي السطر 21 من السطر 30 بعد فيتش الداتا، فبيقول لك بقى السطر 21 يقول لك ايه فيتش email cursor، يعني لو سمحت روح الايميل كيرسر ده اللي هو اوريدي انت عامل له كرييشن، روح فيتش رو منه والرو اللي انت هتفيتش منه خزنه انتو في ايميل. اوكي فانت عملت فيتش. طيب هل وانت بتعمل فيتش دلوقتي ممكن تلاقي ان الفايل انتهى ولا ما انتهاش؟ فمالكش دعوه انت بدوت، هو اللي بيحصل اوتوماتيك جوه السيستم. فبيقول لك وانا بفيتش ايميل لو حصل ان مفيش اصلا وخلاص كنت واصل لاخر الحاجه فهيعمل لك السطر اللي هو رقم 15 هيحط لك الفي فينيشد بوان. لذلك اول خطوه بعملها بفيتش رو، وبعد ما بفيتش رو قبل ما اتعامل معاه بسال if ال v finished equal 1 احنا كده يبقى وصلنا للنهايه زين انا مش عايز حاجه خلاص يبقى انت كده وصلت للنهايه زين ليف جيت ايميل. ايه بقى موضوع ليف جيت ايميل؟ نرجع تاني الاول السطر من هنا علشان رايح وجاي بس عشان اروح للحته اللي انا عايزها. نعيد تاني، انا فتحت الاوبن ايميل كيرسر عملت لوب سميت اللوب جيت ايميل ده اسم ليبل عشان لما احب اقول له ليف اللوب ديت يليف بواسطه الليبل. فبقول له بقى في السطر 23 اف الفي فينيش بيساوي 1 زين ليف جيت ايميل. ليف جيت ايميل يعني سيب اللوب بتاعت جيت ايميل ديت وامشي. طب اذروايز ولا حاجه كمل بقى. يبقى خلاص الثلاث سطور بتوع 23 25 ديت عشان لو اند اوف فايل. لو ما وصلش الاند اوف فايل يقول لك بقى ست الايميل ليست اللي هو في الاول ده خالص بقى اللي انا عايزه هو عباره عن ايه؟ concatenation ما بين الفي ايميل اللي انت لسه عامل له فيتش دلوقتي حالا حط وراه سيمي كولون وبعد كده الايميل ليست بتاعتي دي الايميل ليست الجديده ودي الايميل ليست القديمه وهي عماله تابديت كل شويه. والايميل ليست لو تلاحظ ان هي في الاول واخد دبل كوتيشن يبقى في الاول هيروح حاطط الايميل سيمي كولون وفاضي، بعد شويه يروح حاطط ايميل جديد سيمي كولون الايميل القديم، بعد شويه يروح حاطط الايميل الجديد سيمي كولون الايميلين القدام، بعد شويه يروح حاطط الايميل الجديد سيمي كولون الثلاث ايميلات القدام وهكذا، وفي الاخر بيعمل كلوز للايميل كيرسر واند. اللي حصل ان الايميل ليست دوت هو الان اوت اللي عندي هو يا جماعه اللي هو فار كاركتر 4000. تعالوا بقى ازاي نعمل كولينج دوت. هقول له سيت ات ايميل ليست ودبل كوتيشن دبل كوتيشن كول بيلد ايميل ليست. طبعا احنا دايما المره فاتت قلنا لما احب اعمل ان اوت بعرف ات واديله اسم الفاريبل اللي انا عايزه، وبعد كده اعمل كول للبروسيدور واديله الفاريبل اللي هو هياخد ان اوت ده، وفي الاخر اقول له سيلكت الفاريبل ده عشان يطلعه لي. طيب كده الكيرسر خلاص اتعلمنا ازاي نحط حاجه في كيرسر ونتريت عليها. تعالوا بقى ندخل على حاجه تانية اسمها الفانكشن. احنا اوريدي خدنا البروسيدور، طب ايه بقى الفرق ما بين البروسيدور والفانكشن؟
ان الفانكشن بتريترن 1 فاليو مش اكتر من كده، وهي دايما بتعبر عن ان لو في اكسبريشن عايز تحسبه، زي ما كنتوا واخدين بالظبط الفانكشنز في السيكوال اللي هي select sum of price, select maximum of price, select min, select average. دي functions. طب احنا عايزين نعمل احنا كمان function، فهنشوف دلوقتي ازاي نعمل function. بيقول ان the sort function is used to return a single value. It's different from a stored procedure. ان you can use a stored function in SQL statements wherever an expression is used. لما يكون عندك expression استخدم the stored function دي. This helps improve the readability and maintainability of the procedure code. طبعا هو فكرة البروسيدور والفانكشنز ان هو بيخلوا الموضوع يبقى ريدابل اكتر ومينتين، يعني تقدر تحافظ عليه وتقدر تدبج وتقدر تتريس كل الايرورز اللي ممكن تطلع وهكذا. ازاي نعمل فانكشن؟ فبنقول له كرييت فانكشن، زي ما كنا بنقول كرييت بروسيدور، هنا بنقول له كرييت فانكشن. function name بتديني اسم الفانكشن، وعندي parameters param1 param2 وهكذا، و returns ال data type، وده حاجة optional not deterministic ولا deterministic، هنعديها دلوقتي وهنكتب في الفانكشنز اللي احنا عندنا دلوقتي deterministic، وان شاء الله في وقت من الوقت بنتكلم على موضوع deterministic لو محتاجين. طيب تعالوا نشوف مثال. هنا مثلا بقول له المثال اللي احنا خدناه المره اللي فاتت اللي هو كنت بديله او بشوف الكريدت ليميت، لو هو كان اكبر من 50,000 يبقى دوت بلاتونيوم او جولد او سيلفر. انا مش عايز اعمل بروسيدور وان انا اخزن دوت فين اوت، طالما الحاجه دي بترجع لي بحاجه واحده فاستخدم فانكشن احسن. فبقول له كرييت فانكشن اسمها كاستمر ليفل، بتاخد مني بي كريدت ليميت من نوع دبل. الفانكشن ديت هت ريتيرنز الفار كاركتر 10، اللي هو ايه الفار كاركتر 10؟ اللي هو كلمه ال في ال اللي هو الليفل. لذلك في بيجن بقول اول حاجه عرف لي الليفل فار كاركتر 10، ده اللي هخزن فيه الراجل دوت الليفل بتاعه ايه بيزد على البي كريدت ليميت اللي انت مديهوه. فلو بي كريدت ليميت اكبر من 5000 يبقى الليفل كذا 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 كذا، وفي الاخر اخر جمله لاين 16 دي ها return الليفل. طب ازاي انادي الفانكشن بقى؟ انتوا لو فاكرين البروسيدور كنت بقول ايه؟ بقول كول البروسيدور. هنا لا، هنا ما بعملش كول، انا ممكن احطها جوه سيلكت زي ما كنت بقول سيلكت سام اوف برايس. فهنا ممكن اقول له سيلكت كاستمر نيم كوما كاستمر ليفل، ده اسم الفانكشن يا جماعه اهو، ده هو ده، وبديله الكريدت ليميت. يبقى انا خد الكولوم بتاع كريدت ليميت ومع كل انستانس في الكريدت ليميت شوف روح نادي الفانكشن ديت هترجع لك يا بلاتونيوم يا جولد يا سيلفر، يبقى دايما حط لي اسم الشخص ومعاه الكريدت ليميت بتاعه. طبعا بكمل بقى سيلكت كذا وكذا فروم كاستمرز اوردرد باي كاستمر نيم. برضو ممكن دي نعملها لو احنا مثلا عندنا السكور بتاع الطالب، فبرضو ممكن نروح نعمل فانكشن ترجع لي بالجي بي اي بتاعه سواء كان اي بلس ولا اي ماينس ولا حاجه من الحاجات دي. يبقى دلوقتي الفرق ما بينهم ان الفانكشن بتريتيرن 1 فاليو، الفانكشن بتاخد دايما كل البارامترز بتاعتها من غير مود، يعني ولا ان ولا اوت، هي ان كله لان هي مسؤوله عن هي ترجع قيمه واحده بس، فاستحالة تلاقي in out جوه البارامترز. طبعا ما ينفعش جوه الفانكشن انادي بروسيدور. اوكي طيب اللي بعده اللي انتوا شايفينه على الشمال دوت هو نفس السلايد اللي فاتت، واللي على اليمين تحت ده هو نفس السلايد اللي فاتت، بس هو هنا بقى عايز يزود لك ان ممكن في البروسيدور انادي الفانكشن. انا لسه قايل لك من شويه ان الفانكشن ما ينفعش تعمل انفوك او تكول بروسيدور، ولكن العكس صحيح. طب يلا بروسيدور اسمها جيت كاستمر ليفل، ممكن تقول له هنا ديكلير كريدت كذا سيلكت كريدت انتو كريدت ليميت فروم كاستمر وير ان الكاستمر بيساوي كذا وسيلكت كاستمر ليفل اوف كريدت ليميت. السطر ده يعني سيبنا دلوقتي من الفكره بتاعت البروسيدور دي عايز تعمل ايه، ونركز ان جوه البروسيدور ينفع اعمل سيلكت على الفانكشن.
وطبعا لو انت عايز تسيلكت على الفانكشن فهو قال له انا هديك كريدت ليميت، وبعد ما تسيلكت الكاستمر دي روح خزنها لي في بي كاستمر ليفل، والبي كاستمر ليفل هتلاقوا ان هو من نوع اوت، وفي اللحظه دي انا ممكن اكل البروسيدور ديت والبروسيدور تو كل الفانكشن وفي الاخر احصل على اللي انا عايزه. اوكي، ف بس كده. فايه تاني كنت عايز اقوله؟ ان طبعا الكريدت ليميت هنا اهو، انا الاول عملت له سيلكت من التيبل فطلع لي كولوم كامل، هنا اديله الكولوم يديني اللي هو البلاتون ولا الجولد ولا السيلفر. انا اسف يا جماعه انا قلت حاجه غلط، هو هنا انا بما ان قايل له كاستمر، ما انا عمال افكر في ديت، دي مش هينفع، ده لازم اديله فاليو واحده بس. فليه؟ طب دي جت منين فاليو واحده بس؟ لان انا قلت له وير ان الكاستمر نمبر بيساوي بي كاستمر نمبر اللي هو بيساوي برايمري كي. فاذا السيلكت دي هترجع لي كريدت ليميت واحد، اخد الكريدت ليميت دوت ابعته للفانكشن يبقى هات لي الليفل بتاعه. طب خلاصه الموضوع دوت ان الفانكشن ينفع تتنادى من سيلكت على طول او تتنادى من عن طريق بروسيدور تانية. ندخل بقى على التريجرز. ايه موضوع التريجرز ديت؟ هي نوع خاص من البروسيدور، امتى بتتنفذ؟ هي اوتوماتيكالي بتتنفذ. بيقول لك ان التريجر اور داتا بيز تريجرز is a stored program executed automatically to respond to a specific event such as insert, update, delete occurred in the table. بمعنى يا جماعة طبعا اكيد كلنا بنلاحظ لما مثلا حد يدخل على السيستم بتاع اي شركة او سيستم بتاع درجات او سيستم، يعني في شركة عاملة سيستم وانت بتدخل عليه، فهو بيروح عامل حركة كده ان بيقول لك كل ما حد يدخل على السيستم يعمل ابديت مثلا في الموظفين اروح مسجل الابديت ده حصل امتى ومين اليوزر اللي عمله ومين كذا والاولد فاليو ايه والنيو فاليو ايه، واخزن ده في تيبل عشان يبقى عندي هيستوري اللي حصل، عشان لو عايز في حصل مشكلة اقدر اعرف ايه المشكلة اللي حصلت وفين. فالتريجرز ديت امتى بتتنفذ؟ يقول لك لما في شخص مسؤول عن ان هو يابديت معلومات الموظفين وليكن مثلا بيعدل سلاري، يروح مسجل في داتابيس تاني او في تيبل تاني ان الشخص الموظف دوت اتعدل السلاري بتاعته من كذا او الاولد فاليو بتاعته كذا بتاريخ كذا. فانت لو حابب ترجع للقديم تقدر ترجع له من التيبل اللي هو الاوريدي كرييتد عشان حاجه زي كده. هنشوف دلوقتي مثال. فالتريجرز بعمل لها كولينج ازاي؟ للاسف ما بعملهاش كولينج خالص. وانس ان انت عامل تريجر على التيبل ده بتقول له لما حد ينسرت حاجه في التيبل ده نفذ التريجر ده. طيب خلوني اكمل دوت وبعد كده نشوف المثال. الداتابيس تريجر از باورفول تول فور بروتكتنج ذا انتجريتي اوف داتا ان يور ماي سيكول داتابيس. طبعا حاجه اوتوماتيك بتحصل ان انت برضو وانت بتدخل حاجه بيتشيك على بعض الحاجات لو انت عايز تعمل كده، يعني مثلا يقول لك اون ابديت، لما حد يعمل ابديت اتاكد ان هو في الرينج ما تسيبوش كده. السيكوال تريجر از سيت اوف سيكوال ستيتمنت ستورد ان داتابيز كتالوج، والسيكوال تريجر اكسكيوتد اور فايرد وينيفر ان ايفنت اسوشيتد وذ تيبل اوكيرز انسيرت ابديت ديليت. هنشوف يا جماعه الكلام دلوقتي. السيكوال تريجر از سبيشال تايب اوف ستورد بروسيدور because it is not called directly like a stored procedure. SQL triggers provide an alternative way to check the integrity of data. SQL triggers can catch errors in database layer. SQL triggers provide an alternative way to run scheduled task. By using SQL triggers, you don't have to wait to run the scheduled task because the triggers are invoked automatically before or after a change is made to the data in the tables. ايه الكلام الكبير قوي دوت؟ اولا التريجرز بتحصل عند الداتابيز لاير مش عند الكلاينت، واحنا قلنا اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا ثلاث مراحل على الاقل او ثلاثه تيرز، الكلاينت السيرفر والداتابيز سيرفر. فالتريجرز بيحصل عند داتابيز سيرفر، فطبعا بيخلي الدنيا كلها تبقى عند داتابيز. دي ليها عيب وليها ميزه يعني. فمثلا العيوب ان السيكوال تريجرز اونلي كان بروفايد ان اكستندد فاليديشن اند زي كان نوت ريبليس اول ذا فاليديشن، يعني هي مش تقدر تعمل كل حاجه، برضو في فاليديشن انت محتاج تعملها مانوالي. طيب يا جماعه من ضمن برضو عيوب التريجرز
some simple validation have to be done in application layer، ان برضو في بعض الفاليديشنز المفروض تحصل عند الكلاينت. طبعا الكلام ده ممكن يكون مبهم دلوقتي، ان شاء الله اول ما تشوفوا الاكزامبلز ميبي الحاجات دي توضح. وطبعا اكيد محتاجين ان لما يكون عايز اعمل حاجه زي كده طبعا هدخل ان ديتيل في الموضوع دوت واقرا عنه كتير. فاحنا هنا بس بنحاول برضو ايه يعني نجيب اكزامبل او تو اكزامبلز يوضح الفكره يعني ايه تريجرز، ونسيب بقى الموضوع انت تكمل فيه لوحدك. ال SQL triggers are invoked and executed invisible from the client application. Therefore الفكرة هنا ان انت بتنفذه عند السيرفر، عند داتابيس سيرفر. فلو حصل ايرور احيانا الكلاينت ما بقاش عارف ايه الايرور اللي حصل، يقول له 404 نوت فاوند ولا ما اعرفش ايه، فمش فاهم. فطبعا انا محتاج عشان افهم واقدر اعدل المفروض يقول لي الايرور ايه. فساعات من الصعب ان انت تعمل فيجر اوت ايه اللي بيحصل. يبقى it is difficult to figure out what happens in the database layer. SQL triggers طبعا لو انت بتعمل مثلا كل ما انا بقول ان كل ما تيجي تعمل insert employee اعمل لي fire trigger، يعني اعمل لي action معين. فلو حصل على السيرفر ان انا بعمل insert كتير جدا التريجرز هتحصل لها calling كتير جدا، فهيحصل overhead على database server. عندي اكتر من تريجر. في تريجرز كان بيقول لك ان في ماكسيمم 6 بس تريجرز، بعد كده زادت وممكن تعمل الحاجه ليها اكتر من ايفنت. اللي عندي مثلا بيفور انسرت افتر انسرت بيفور ابديت افتر ابديت. دايما يا جماعه انسرت ابديت ديليت ممكن تعمل تريجر قبل وبعد. قبل مثلا اتشيك على حاجه لو حصل تمام دخل الحاجه ديت، ما حصلش لا. يعني مثلا تقول لي عايز في موظف مثلا عايز يلوجن على السيستم فيدخل حاجه، فلو مثلا بعد الساعه كذا لا ما تدخلش حاجه على السيستم. فدي كلها تريجرز بتتعمل اوتوماتيكال. تعال نشوف مثال بقى. هنا بيقول يو شود نيم ذا تريجرز يوزنج ذا فولوينج نيمينج كونفنشن. بتقول ايه بقى؟ بتكتب كلمه بيفور اسم التيبل، وانت طبعا بيفور او افتر اسم التيبل، وانسرت ابديت ديليت اي واحده من دول. طيب انا هروح للمثال بسرعه. هقول له كرييت تريجر، تريجر نيم، تريجر نيم، تريجر ايفنت. ده مش المثال ده، لسه السنتكس. كرييت تريجر ده كي وورد، تريجر ده كي وورد، وهنا اسم التريجر، وهنا التايم بتاع التريجر سواء كان بيفور او افتر، والتريجر ايفنت دوت اللي هو سواء كان انسرت ولا ابديت ولا ديليت. طبعا بتعمله على انهي تيبل، وبعد كده فور اتش رو بيجن اعمل اللي انت عايزه. ده مثال. ايه اللي انا عايز اعمله؟ ان كل ما هعمل ابديت هخزن كل الاسماء القديمه قبل ما يحصل لها ابديت، واخزن التايم بتاعها في جدول كده على جنب عشان ابقى عارف ايه اللي حصل بالظبط. طيب ده الاكزامبل. اول حاجه بتقول لي انا عندي جدول اسمه employees اللي هو فيه الامبلوي نمبر واللاست نيم فيرست نيم الاكستنشن الايميل الاوفيس كود الريبورت مش عارف ريبورت 2 والجوب تايتل. انت بقى بتروح تعمل حاجه اسمها كرييت تيبل employees audit id integer auto increment primary key employee number last name change date واكشن var character. ده جدول معمول عشان يسجل ايه اللي بيحصل في الجدول employee. خدوا بالكم ان مكتوب الاي دي بتاع ده الاي دي اللي هو يعني بياخد رقم اوتوماتيكالي، ده ملوش علاقه برقم الموظف خالص. هنا بتخزن رقم الموظف، وهنا اخر الاسم بتاعه اللي هو لاست نيم، وحصل تغيير ليه امتى، والاكشن بتاعه كان ايه، كان ديليت ولا ابديت ولا ايه بالظبط. create trigger before employee update before update on. بصوا بقى كده نركز مع بعض. create trigger keyword اهي، اسم التيبل اللي انا هعمل عليه التريجر اسمه employee، هعمل before والevent بتاع update. يبقى before ده اللي هو التايم، ده اسم التيبل، وده اسم الايفنت اللي انا عايزه اللي هو كان ده التريجر ايفنت. وbefore update on employee for each row begin insert into employee audit set action update employee number old dot old number employee number last name and change.
طيب بما ان يا جماعه التريجر دوت حاجه فريده من نوعها، يعني انتوا خدتوا بروسيدر وفانكشنز حتى في البروجرامنج، فانا هشرح دلوقتي التريجرز عن طريق مثال عشان يتفهم قوي. فتعالوا مثلا هنا في الكامباني وذ داتا اللي احنا اوريدي عارفينها، تعالوا نعمل حاجه زي كده. ممكن طبعا نكتب الكرييت تيبل، انا محتاج تيبل يقول لي ايه اللي بيحصل. فتعالوا كده نكتب مع بعض create table اسمه مثلا m و audit وهنا هقول له id and auto. طبعا احنا ممكن كل دوت نعمله كده، يعني ممكن طبعا نعمل كده ونريح نفسنا. نسمي التيبل ايه يا جماعه؟ طيب لا انا هكتبه هنا عشان الرؤيه عندي مش هتبقى واضحه قوي، فخلينا نكتبه هنا. وممكن طبعا الريزوليوشن لو اتظبط يبين لنا الكولومز نقدر نعملها اوتوماتيكالي، فخلينا نكتب كده اوتو انكريمنت ودوت هيبقى برايمري كي. وليه ده برايمري كي مش الاس اس ان بتاع الموظف؟ لان ممكن الموظف الواحد يتعدل اكتر من مره. فهنا هنكتب امب مثلا نمبر NO نوعه انتجر ولازم يبقى نوت نال وكوما، واللاست نيم بتاع الشخص هقول له فار كاركتر 40 مثلا او وات ايفر كان نوت نال سوري كوما. وبعد كده هقول له بقى دي حاجه بقى انا عايز اتشينج، دي حاجة أنا عايز أعرف إمتى حصلت، فأقول له date time والديفولت null والأكشن إيه اللي حصل بالظبط، ده برضو var character طوله 50 مثلا والديفولت null. كده أنا عملت التيبل، ممكن اقول له run create table employee audit. في حاجة غلط، employee audit already موجود. طيب يعني عشان تصدقوني خليها employee audit 1 مثلا ونقول له create، فهو كده تمام عمل creation للتيبل دوت. تعالوا بقى نعمل ايه بقى؟ تعالوا نعمل بروسيدور او اللي هو سوري تريجر. تعالوا نعمل تريجر، فنقول له ديليمتر دولار ساين دولار ساين ونقول له كرييت تريجر بيفور. انا عايز اعمل امبلي قبل ما دخل الموظف او قبل ما ابديت. بصوا يا جماعه هتتقري كده ابديت، قبل ما ابديت الموظف هتعمل ايه؟ هو مين اللي بيابديت الموظف يا جماعه؟ شخص قاعد وهيقول ابديت الموظف دوت ان خلي اسمه مثلا بكذا بدل كذا، السالري بتاعته كذا بدل كذا. فتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لما اعمل حاجه زي كده. بيفور ابديت اون employee for each row، طبعا هيتعمل لكل سطر او لكل row. begin هنقول له insert. انت ايه بقى اللي انت عايز تعمله؟ بتقول له insert into التيبل ده
تنسرت ايه، تقول له انا عايز سيت. ممكن نكتب كده الانسرشن بتاعتنا بالطريقه اللي جايه ديت، ان احنا بنقول له انسرت انتو امبلوي اوديت، خد بقى سيت ان الاكشن بتساوي ان الشخص اللي كان بيعمل ده بيعمل ابديت، وكمان ان الامب نمبر، تعالى بس نجيب من هنا كل المسميات بالظبط، الامب نمبر اهو هتقول له بيساوي، بصوا بقى هنا دي بقى كي وورد معروفه اولد دوت طبعا لازم نروح بقى للامبلوي ونشوف. طيب خلينا نقولها، وهنا ثواني معلش هبص على حاجة. ده الامبلوي، دي التريجرز اللي احنا كنا عامل اللي انا كنت عاملها قبل كده بيفور امبلوي اهو. طيب اوكي خلينا نكملها كده هنا، ده دوت او ده المفروض يبقى الاس اس ان، واللاست نيم نروح برضو هنا عشان ما نكتبش حاجة غلط، اللاست نيم ده هو برضو الاولد دوت اللاست نيم، والتشينج نروح هنا برضو نجيب التشينج ديت ده نحطه هنا ونقول بتساوي ناو. يعني طبعا دي فانكشن موجوده في الماي سيكول بترجع لي بالتاريخ والتايم الحاليين. اند في حاجه ناقصه طبعا، دي كلها كوما كده ان شاء الله تمام. وبعد كده نقول له هنا ارجع تاني بالديليمتر سيجنال، بس برضو هرجع للامبلوي اعرف الكولوم اسمه ال نيم. ماشي تعالوا بقى هنا نعمل ران، التيبل امبلوي دي اون امبلوي لان انا عندي التيبل اسمه امبلوي مش امبلويز، ونعمل ران تاني بيقول لي في حاجه تريجر اوريدي اكزيست trigger already exist. طيب خلونا نعمل هنا بقى كده ما نمشيش مع اللي بيحصل ونقول له run. زي ما كنت بقول طيب بصوا يا جماعه، هو طبعا عشان التريجر اللي ده موجود طيب تعالوا نعمل حاجه تانية.
بلاش بيفور امبلوي، يبقى مثلا نسميها افتر، بس افتر يبقى مش هينفع اولد. ابارتمنت. طيب ديبارتمنت للأسف هنا بقى هروح أعمل حاجة تانية خالص. ديبارتمنت اوديت مثلا، أو ديبارتمنت تمب اي دي اجريمنت، وهنا الدي نمبر اللي هو انتجر نوت نال، وهنا النيم بتاع الديبارتمنت والتشينج ديت والاكشن بالظبط كده، ونعمل ران. حصل كرييشن خلاص للديبارتمنت ده. نروح بقى للسيكوال ده نغير ده خلاص تمام، وهنا اون ديبارتمنت، وهنا ده هيبقى اسم الجدول اهو ديبارتمنت تم سيت اكشن ابديت. مش هقول له بقى امبلوي بقى، معلش هغير تاني، هقول له هنا ان دي نمبر، الدي نمبر بيساوي الاولد دوت. تعال نشوف الديبارتمنت الكولوم بتاعته ايه، دي نمبر اهو، فيبقى دي نمبر. وهنا طبعا انا مخلي دوت اسمه نيم، فهنقول هنا النيم بتساوي الاولد دوت دي نيم. طيب بلاش كلمة نيم عشان ساعات بتكون كيبورد عنده، خليها دي نيم، وهنا دي نيم بس نفس الموضوع. تعالوا بقى الران دوت اهو كده، حصل ان هو اكسبت خلاص، يبقى احنا بيفور ديبارتمنت تمام. ايه بقى يا جماعه اللي المفروض يحصل؟ تعالوا كده نبص، احنا دلوقتي عملنا ايه واحده واحده تاني؟ عملنا جدول تم، ففين هو الجدول التم ده؟ تعال نعمل ريفريش اهو، لما ابص عليه هلاقيه فاضي كله نال كلوز. لما نروح بقى لدوت اللي هو البيفور ديبارتمنت ابديت، تعالى بقى نابديت. فندخل كده على الديبارتمنت دوت، ندخل على الداتا بتاعته، بصوا كده هعدل مثلا الاكس واي زد ده، هخليه مثلا ام ان بي كيو، يبقى انا كده عدلت عملت ابديت. وهقول له ابلاي. انا عدلت مين يا جماعه؟ اللي اسمه اكس واي زد، افتكروا، اعمل له ابلاي. طيب كان في مشكله دلوقتي يا جماعه، لما كنت بروح للجدول ديبارتمنت وعدل فيه كان يقول لي دي نيم مش موجود. ان انا هنا كنت عامل دي نيم بيساوي اولد دوت دي نيم، للاسف دي نيم دوت ما كانش اسم الفيلد في الديبارتمنت تاب، فانا عملت له دروب ورحت عامل له كرييشن تاني. هنا هو الدي نيم، يبقى لازم ده ده كل ده يبقى نفس الاسماء اللي موجوده هنا بالظبط. فانا عملنا كرييشن تاني للتيبل دوت وعملت له ران وتمام، وعملت هنا لدوت ران برضو تمام. هنا بقى نروح للديبارتمنت، نروح للديبارتمنت ونعمل تعديل. طبعا عملت تعديل من شويه، هعمل تعديل قصادكم دلوقتي تاني. فتعالوا نروح كده، كان في مشكله في الاكس واي زد بقى ام ان كيو اهو، او ام ان او، انا هغير بقى الاي بي سي. تعالوا بس الاول نفتح فين الديبارتمنت تمب اهو، بصوا الديبارتمنت تمب هتلاقوا ان انا غيرت الاكس واي زد اهو، ده الاولد، والتاريخ التغيير كان الساعه يوم 11/4/2021 12/25. ركزوا بقى في اللي هيحصل دلوقتي، ده خلاص حاجه قديمه وكان ما شفناهاش. انا دلوقتي هروح للديبارتمنت وهروح عند اي بي سي اللي هو 3 اربعات، ركزوا في الرقم 3 اربعات، وهخليه اي بي سي دي، وهقول له ابلاي، وهقول له ابلاي كده ابلاي. انا كده عملت ابديت اوتوماتيكالي، التريجر اللي هو ده حصل، اللي هو اول ما تعمل ابديت في الديبارتمنت
روح خزن لي كل الداتا الاولد بلس ان انت تخزن لي التاريخ اللي حصل فيه. فنروح دلوقتي نفتح ده، هنلاقي اتضاف فيه رو جديد يقول لك ان الاولد ديبارتمنت نيم كان اسمه اي بي سي، وهو حصل فيه ابديت وكان بتاريخ 11/4 الساعه 12:29 دقيقه. يبقى دلوقتي يا جماعه الخلاصه بتاعت الموضوع ايه؟ ان التريجر ده اتنفذ امتى؟ لما بعمل ابديت. يبقى انا ولا عملت كولينج للتريجر ده ولا اي حاجه خالص، هو اوريدي موجود على الديبارتمنت. وانس ان انت عملت ابديت للديبارتمنت راح رايح مخزن في الديبارتمنت تاني. طبعا لو فتحنا الديبارتمنت كده هنلاقي في حاجه اسمها هنا تريجرز، لو فتحناها هنلاقي في تريجر موجود. وطبعا كعاده الماي سيكول ورك بنش ان انت ممكن تعمل كرييت تريجر، يعني تعمل كرييت تريجر باستخدام اللي هو بصوا نقولها كده الاول، نروح على العلامه ديت هلاقوا ان في الديبارتمنت في الكولومز ممكن تعدل الكولومز او الانديسيز او الفورين كيز او التريجرز. فانت ممكن هنا تعمل كرييت تريجر وهتلاقوا ان عندك بيفور انسرت وافتر انسرت وبيفور ابديت. طبعا بيفور ابديت اوريدي معمول عنده واحد، تقدر تزود تاني او تقدر تمسحه. كنا ممكن نمسح التريجرز اللي بتاعت الامبلوي من الحته ديت. افتر ابديت ممكن تزود او ممكن تمسح، ولما تزود هيعمل لك هو كده المسمى كل ده يا جماعه اهو، وتكتب بقى اللي انت عايزه هنا خلاص. فممكن ممكن نبقى نخلي له فيديو تاني برضو لو احنا عايزين نزود فيه شويه معلومات، نعمل مثلا بيفور ابديت وافتر ابديت، بيفور انسرت وافتر انسرت، بس محتاجين نتست كتير على الموضوع ده. تاني الخلاصه بتاعت الموضوع ان وانس ان انت عملت ابديت في الديبارتمنت راح التريجر حصل له فاير يعني اشتغل، وراح مخزن الاولد ديبارتمنت عشان لو حصل ان انت عندك الابديت ده حصل فيه مشكله تقدر ترجع لاخر نسخه انت كنت عاملها. طيب هنكتفي في الفيديو دوت بكده، وبعد كده هنشرح او هنكمل اللي هو الجزء بتاع الادفانسد ماي سيكوال في الفيديو القادم ان شاء الله.